حدود ساعة كطلبة ديال الطب ما عارفين شنو غيطرى الكلية ديالنا وشنو غيطرى التكوين ديالنا. أول دفعة كيقولوا أنها معنية هي اليوم السنة الخامسة. هاد الدفعة المعنية ما عارفاش حدود الساعة شنو غيكون في السنة السادسة ديالها. علما أن السنة السادسة غنديروا التدريب الاستشفائية ديالنا اللي كتكون أطون بلان، يعني أنه كيديروا الحراسات ديالهم النهارية والليلية بالإضافة إلى تدريب استشفائية اللي كتكون نهار كامل. طلبة في هذه الوقفة الاحتجاجية نعبروا عن رفض ديالنا القرارات العشوائية والوضعية الحالية اللي فيها واحد الضبابية كبيرة. فعن نفسي أنا في طالبة في السنة الخامسة، فكنت أعتبر الدفعة المعنية بهذه القرارة ديال تخفيض سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات، ولكن الحدود الساعة ما عندناش واحد الرؤية واضحة حول التغييرات اللي غتكون في السنة السادسة، يعني ما عندناش إجابة اللي واضحة. على الرغم من انه زعما عبرنا على هذا الامر وهذه التخوفات في مختلف المنابر الاعلاميه وايضا في المحطات النضاليه ديالنا، الى حدود الساعه هذه التخوفات اكيد ما زالت قائمه، وكنظن انها مشروعه، خصوصا ان الطالب في السنه السادسه ديالو كيكون كيدير تدريب استشفائيه اطون بلان، يعني نهار كامل، ومتبوع ايضا بالحراسات النهاريه والليليه، ومتبوع ايضا بتحضير الامتحانات السريريه، وايضا خاصو دابا يوجد الاطروحه ديالو. ففي ظل هذه الظروف الحاليه كنطالبوا الوزارتين المعنيتين بايجاد زعما حلول عقلانيه لهاد الامور، وايضا الاستجابه للمطالب ديالنا بالحصول على رؤيه واضحه بخصوص هذه القضيه. هذا من جهه، ومن جهه اخرى فالقرار ديال تقليل سنوات الدراسه غيترتب عليه مجموعه من التغيرات اللي تقدر تاثر سلبا على جوده التكوين ديالنا كطلبه. فاولا بالنسبه لتاثير الاطروحات الامر غيكون شويه صعيب مع تخرج جوج ديال الدفعات في سنه واحده، هادشي بالاضافه الى كل ما يتعلق بمباريات التخصص، واش غيتم الرفع من عدد المقاعد بالنسبه للتخصص، واش هاد مباراه التخصص اصلا غتبقى كما هي، واش غتغير، واش مباراه الداخليه غتبقى كما هي او لا. ونقطة أخرى متعلقة بطب الأسرة، كيفاش غيتم الإضافة ديالها في السنة السادسة، علما أن هذا الطالب أيضا في السنة السادسة عنده بزاف ديال الأمور اللي خصو يديرها في نفس الوقت. فهذه زعما كلها تساؤلات اللي كيطرحوها طلبة ديال الطب في المغرب اليوم، وأكيد فحنا غنقبلوا بأي أي أي اي تغيير في صالح المواطن المغربي، الا انه كنناشدوا زعما الجهات المسؤوله بانهم يحطوا الجوده ديال التكوين فوق كل شيء، لان القطاع ديال الصحه هو قطاع اللي حيوي جدا ومهم، واللي جوده التكوين فيه كتكون رهينه بصحه المواطن المغربي. اكيد كانت حوارات مع الـ مع الـ مع الجهات الوصيه، ان انه الحدود الساعه كانت فقط واحد الوعود من الجهه ديالهم، ولكن الطلبة الآن محتاجين دي ريبونس كونكريت، يعني إجابات واضحة على المسار ديال التكوين ديالهم والتغييرات اللي غيكونوا فيه. الكرامة اللي بغينا، الكرامة اللي بغينا، على الشينا وحشينا، على الشينا وحشينا، الكرامة اللي بغينا، الكرامة اللي بغينا، على الشينا وحشينا، على الشينا